الشباب اللي نشوفهم مجموعة خليجيين. قبل قليل كان عندهم عرض في شارع الماركات، غناء ورقص خليجي. طبعا توقفوا للاستراحة. الفريق قدموا مع الوفد الإماراتي الذين اشتركوا في مؤتمر القمة 17 لدول الفرانكوفونيا، الدول الناطقة بالفرنسية. هذا المي صالح للشرب، تقدرون تشربون منه. صورتهم فيديو مالكم راح ينزل على اليوتيوب. أرارات السياحة على اليوتيوب. أرارات السياحة. وهس أنا عراقي. وهس على الهواء مباشر. من بغداد. لا بغداد. تقولها على الهواء مباشر. عليك أهلي وحبايبي وجماعتي. منين حضرتك؟ من الإمارات طال عمرك. يشرفونا والله. منين؟ أنا عراقي من بغداد. والنعمي. لا بغدادي اكيد عندك اقارب من بغداد. حبيبي من لا ما فيها اقارب ولكن خوي حبيبي. نتشرف. الله يزيدك شرف حبيبي. الله يرحم والديك. هلا بيك والديك. شكرك يا سيدي. الاخوه اللي تكلمنا معاهم كانوا هم اعضاء هاي اللي المنطقه الخضراء. المنطقه الخضراء هناك. المنطقه الخضراء منطقه